دلوقتي عايزين نعمل لينك بين صورتين، هنفتح فيور 1 نحط في اول صورة اللي هي لينير، خش على راستر اوبشن فيت تو فريم والار جي بي بتاعنا وكلير ديسبلاي واوكي. نفتح فيور تاني نجيبه جنبيها ونفتح فيها لينسوي، خش على راستر اوبشن فيت تو فريم وندوس اوكي. تمام، هنخش على هنا هنجيب اول حاجه شكل الكورسر من ديت، بيجيب لنا شكل الكورسر على طول. بعد كده هنخش على فيو لينك اند عن لينك فيور اللي هي جرافيكال، ندوس عليها. قال لك سألك سؤال، عايز تعمل لينك بين ان فيور ده وبين فيور تاني، هنقول له ده. فاحنا دايسين هنا كده عمل لينك، هنمسك الكورسر الاصلي ونحركه لين يتحرك معانا. طيب عايزين نعمل ان لينك، هنخش على فيو لينك عند اللينك فيور جيوغرافيكال، قال لك عايز تعمل ان لينك بين دي وان صوره تانيه، فهتقول له دي، فتروح دايس على دي. طب انت تقول كرسي موجود، كرسي موجود، بس بص تعالى حرك ده تعمل يتحرك معاك. تمام، عايزين نشيله نروح فاتحين البتاع بتاعته، راح عايزين كلوز اتشال، عايزين نقفل ده هنقفلها خالص. طيب تاني حاجة عايزين نعملها اللي هي اي او اي، قال لك هنفتح فايل نيو اي او اي ليه؟ عشان نحط كالك لاير عليها. اتاكد لو حاطين لك كالك لاير، هنخش على فيو ارينج لاير، هنلاقي عندنا اتنين لاير اهم. تمام، طيب دلوقتي في نوعين من الاي او اي، الاتنين دول هنجيبهم منين؟ من الاي او اي منيو تولز، عندك اللي هي ديت اللي هي بوليجون وسيد اند جرو. البوليجون سهله، هدوس على بوليجون شوف الجزء اللي عايز تعمله، تروح رايح عليه وعمل كليك اند دراج، عايز توقفه دبل كليك. تمام كده انت اخترت الاريا في الليست بتاعتك. طيب سيد اند جرو نعملها ازاي؟ قبل ما عايزين نمسحهم اول حاجه ندوس على كليك وندوس ديليت. عايزين داخلين على اي او اي برضو، هنجيب حاجه اسمها سيد بروبرتيز، دي مهمه جدا. ليه؟ عشان ده بيحدد لك الاريا اللي انت عايز تعمل فيها والديست اللي هي سبكترال ديستانس. فنقول مثلا شوف الاريا اللي هيقول لك في الامتحانات دي، يقول لك مثلا 5000. تمام، والسبكترال ديستانس يقول لك مثلا 10. تمام، هتدوس على سيت كونسترينت اي او اي، تختار الفيور اللي بيقول لك انت عايز تعمل الاريا دي على فين، تقوله على فيور اللي هو عندنا وتدوس اوكي. تمام، وتقفل ده مش مشكله خلاص. هندوس على علامه سيد اند جرو وندوس عليها ونروح دايسين على اي بوينت عايزين نعمل اللي عندها، اقول مثلا الحته السوداء دي، هندوس عليها كليك ونسيبه، عمل لنا الجزء اللي احنا عايزينه اهو. تمام، عايزين نلغيه هندوس عليه كليك وندوس ديليت. تمام، دلوقتي لو عايزين نعمل كونتراست في الصورة، يعني الصورة مثلا مش واضحة عايزين نعمل لها كونتراست، هنخش على راستر مينيو، هنخش على كونتراست، نخش على برايتنس وكونتراست، ندوس عليها.